يلا بسم الله على بركة الله. الخدمة فاتو بهذا واخا شويه مشلط، المهم الحمد لله اللي لقينا بعدا هاد الثوب هذا نديرو فيه. علاش هذا انا باغا ناخذو؟ خديتو ما بي... انا عندي جوج اونس جوج اونس، ولكن بغينا ناخذ هذا شويه كبير باش تيلا خصوني الكمام نلقى باش نضيباني. غادي نقطع في هذا 3 متر، صافي نقطع فيه 3 متر، غادي نخدمو على موديل فيه 3 متر مزيان. كانت كليانه اش كانت كليانه ضعيفه ماشي ضعيفه، كانت كليانه رقيقه ولا بنت صغيره، شحال غنخدم؟ جوج اونس من العبار ديالي لتحت جوج اونس، من عباري للفوق 3 اونس. دابا انايا في هذا الموديل هذا نقدر نهز 3 نقدر نهز 3 اونس، هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا الفيديو هذا، حيت الهضره راه هضره ولكن التطبيق راه بوحدو. يلا غادي نحاولوا اننا غنقطعوا 3 متر، 3 متر غنقطعها في الطول، يعني هذه البلاصه هذه هي اللي غنقطع فيها 3 متر. ها 3 متر مزيان هكذا. شكون هي هذه؟ فين هي ديك اللي قالت لك عندها الثوب بحال هذا وما فيهش مترونس؟ فين كتشعيبيه؟ فين انتيا؟ جيبي لي شوف كنشوفو ما جبتيهش. ودي ودي حررنا الصحراء بكري. وراتني البارح واحد الثوب ياك بحال هكا تقريبا، قالت لي باغا ندير فيه واحد الموديل ديال التقاطع. بالنسبه للموديل ديال التقاطع اشنو المشكل اللي عندها؟ عندها 3 ونص في الثوب، والبنت باقا صغيره عندها 14 عام، ولكن ما عندهاش العرض، ما عندهاش هنايا العرض صغيور، العرض عندها صغيور. اشنو غنديرو في هذه الحاله؟ يعني الطرق ديال الطويله ديال الثوب تختلف تماما على هذا الموديل هذا، على هذه الطريقه هذه. يعني ملي كيكون عندك موديل بحال هكذاك كتعاصري انت وياه، خرج ليك هو هذاك ما خرجش ليكش كتبدلي الموديل، حيت حنا باش خدامين خدامين بالعرض، خدامين بالعرض ما خدامينش بالطول. ها انت فهمتيني، ديك متر ونص هي اللي غادي تسمح، ولكن بنت صغيره قلت انا ممكن يقدر يخدم طويل على 4000 طول ديالو ولا فيه الطول. لا انا خصنا نخدمو بالعرض، العرض باش يخدم الموديل. المهم ما علينا، رجعوا للدرس. في السبوره قلاش درت لكم؟ درت لكم طوينه العرض على زوج، وهزيت البلاصه المحل المسدوده وعبرت 5 سنتيم 5 سنتيم هنا ياك. هذه هي الطريقه اللي درنا، ولكن وقطعنا، ولكن هاد الطريقه هذه ما غديرش ليا ديك اللعيبه، داك الفرفار هنا اللي كيكون في التقاطع. اشنو غندير؟ غادي نخلي سنتيم صافي، ولكن انا دائما كنخدم عندي، يعني غادي نقلب الثوب بحال هكا. متر ونص البنات، ها الحاشيه شطو الطول، الطول ها هو راه هو اللي كاين فوق الطبله. غادي نطوي الثوب ديالي على زوج، وغنجيب البلاصه المحلوله المسدوده. ربينا ما بداو قابلوا فمي في هذه المحلوله المسدوده، راه عقلي راه كيقول المسدود ولكن فمي كيقول المحلول. كنجيب البلاصه المحلوله لتحت والمسدود لفوق، وشحال غنخلي هنا في القدام؟ واحد سنتيم، واحد سنتيم اللي غنخلي. علاش؟ حيت داك الموديل اللي غنديرو ضروري خاص الباندا تكون معزوله، انتوما غتشوفوه ان شاء الله. لا ماشي مشكل، انا حدير هنايا فين هو داك الطباشير مزيان على بركه الله. شحال غندخل؟ غنحاول نخدم البنات الطاي تكون شويه يعني صغيره، ماشي صغيره صغيره، ولكن غنقصو على العبارات اللي مول فيه كنخدمو. غنخدمو هنا بالطاي ال صافي، طاي ال مزيانه. هاد العبارات تقدر تلبسهم ال، تقدر تلبسهم اكس ال. كاينه دابا اكس، انا دابا راه اكس ال ياك، ولكن هاد الموديلات اللي كتكون فيهم التقطيعه ممكن انني هنا الفوق نلبس هير ال، ولا مثلا المهم طاي صغيره. غندخل بشحال؟ غندخل بسبعه، وغادي نهبط بزوج مريم زومي، وغادي هاد الشيء واكل العصيط هاد الطباشير صافي. هاد التقويره غنحط النص في الكتاف، غندير 18، لا 19 كبيره، 19 كبير، غادي ندير 18. اصلا واحد الحاجه نقول لكم، شتي الكتاف؟ الكتاف راه ما عندوش علاقه بالفورمه ديال الكليانه. كاينه السيده كتلبس في الطايه 25 ولا 26 وكتافها كيلبسوا 40، يعني الكتاف ما عندهمش علاقه بالسيده رقيقه ولا غليظه. الكتاف تبارك الله داكشي من عند الله، يعني الكتاف. المهم انا هنايا شحال خدمت؟ خدمت 18 مزيان صافي. غادي نهبط بشحال؟ 3 سنتيم، وغنطيح الكتف. ها هو ارتفاع الامام عنده علاقه بسمه، عنده علاقه بالسيده غليظه ولا ما غليظاش. غادي نخدم لها هنايا ب 37، نديرو 38، نخدمو ب 38. اش اللي كيتحكم ليا في ارتفاع الامام البنات؟ الزر. بالنسبه لارتفاع الامام كنعبرو من العنقره
من هنا من هذه البلاصه الخويه ديال العنقره كندوز على سدره الكليانه تحزمي ها مشات ديريكت لعند صبعي شتيها مشات ديريكت لعند صبعي اش كنشوف كنشوف هذه الخويه اللي عند الكليانه هنايا ماشي هنا ماشي هذا اللحم ديال السروال لا كنجي لهاد الخويه هذاك هو ارتفاع الامام وكيجيني في هذه البلاصه هذه ماشي تحت السدر كيجيني هنا في هذا الكرش كاين كرش المعده ولا اش كيقولوا ليها اش اللي كيتحكم ليا في ارتفاع الامام سدره الكليانه الا كان السدر كبير راه كتلقايها ضعيفه وتبارك الله صدرها كبير كيكون ارتفاع الامام عندها كبير وكتلقايها غليظه كامله وصدرها صغير وكتلقايها كتلبس 39 فاسمو صافي يعني ارتفاع الامام خصو يتبع برك عبرنا حطينا ارتفاع الامام غادي نحط عليه دوره صدر مقسمة على 4 زائد 1 انا غنخدم لهاد الكليانه هذه غنخدم ليها ب 27 مزيان غنخدم ليها ب 26 نديرو لها 27 27 مزيانه صافي ها 27 مزيان ها واحد الحاجه قبيله اش اللي كلاني نكتب هنا خمسة سنتيم اللي خليت هنايا راه نقصات ليا في الثوب هنا صافي عقلوا على هذه المعلومات عبرنا هنايا 27 الكليانه كتلبس 26 زائد واحد الخياطه هي 27 غنسدها 27 وغادي نطلعها غنحطها في الفوق وغادي نصل هذه النقطه لعند هذه صافي شحال درنا الكليانه في الكتاف 18 نص الكتاف عندها 18 الكليانه كي دايره ضعيفه شوف كيتجبد شحال غنزيد ليها 19 واحد نزيد ليها واحد هي 19 وكنشد دائما من هاد البليصه هادي ماشي من الفوق من هاد ثلاثه غادي ندير المستطيل ديالي غنطلع بخمسه ندخل بخمسه والقوه ها تركيزي كيجي صحيح 100% مزيان الحديد هنا شنو خدامه انايا كورساج غنجي لهنا غندخل بزوج ها هي غندخل بزوج وغندي هذه النقطه لعند هذه الحديد الان واضح انا عندي تقطيعه فين ما عندي التقطيعه كنطلع بجوج سنتيم ها هي كنطلع بجوج سنتيم مزيان الا ما طلعتش بها جوج سنتيم ملي كتلبس الكليانه التقطيعه كتجي التقطيعه عند التحزيمه ديال السروال صافي ما كتجيش التقطيعه هي هذيك كنطلع بجوج سنتيم وكنجي النص كنقسم على جوج وكندي هاد النقطه لعند هادي بطريقه دائريه ولا ديريكت ولا شوفوا نتوما كيفاش خرجت لكم مزيان وغنقطع ها من سؤال زنزنطو راه واضح شي حاجه واضحه صافي وغنقطع نحاول اني نمشي ديريكت صافي كان عندكم الثوب كيترعد ما ديروش ليه هكذا ما تحركوش من بلاصتو نتوما دوروا على الطبله اللي ما عندهاش هذه الطبله في الدار فصل فوق البوطاجي زيد فا شي دفه ديال الباب عندك حيديها وحطيها فوق جوج كراسي وفصلي ما تقوليش ليا لا انا راه ما عنديش فين نفصل ولا سالامونجي راه نقولوا حنا صغيره سالامونجي صغيره هزي حطي عليها دفه دفه شي دفه اللي كتحل اللي كتحل وكاين اللي ما عندوش سالامونجي المعلمه ياك غادي تشدي شتي ديك الطبله بحال هذيك الدايره هذوك الدايرين غادي تزيد فا كضحكوا كديروها هاني ضحكت انا عارفه واش في ما عندها شي دفه في الدار حيداتها دابا عطيتينا فكره فكره هي دفا شي باب ديال شي ها كونتر بلاكيه كونتر شري كونتر بلاكيه وديري عليها هنا نقاد الثوبه البنات الارض كتكرفص الارض كتعذب لا لا كتعذبك الارض غير درك الظهر ولا ولفتي تفصلي على الارض نهار طوري وتشري الطبله كما بقيت حملي مازال تفصلي عليها يولي بنادم يدخل عندك المحل ويلقى كي حاضر اش كديري الله وعدك مال هذيك الخياطه اش كاين صافي البنات مزيان غادي نهز الظهر صافي نجمعو غادي نجي على هذا الامام الامام البنات غندخل بواحد غادي ننزل بما اننا التوب راه نشوفوا شي شيطونه ما يشاتش وديجا القميجه مشارجيه غنربط ليها بسبعه مني ما مني كنكون عندي كل كنهبط بخمسه صافي صافي هبطنا هنا بشحال سبعه بسبعه مني ما كتكون مني ما كيكونش عندي الكل كنهبط بخمسه سنتيم ها هي سبعه حيدناها صافي غادي نجي لهنايا غادي نقسم على زوج وغندخل بواحد وغادي نحفر هاد البليصه هادي
وغنقطع. دخلوا رجليكم دخلوه في الماء، حيت انا اصلا ما خليتهاش ما خدمش ب 5 سنتيم باش نخليها. كون مثلا كانت عندي الباندا هنايا، كون كانت عندي خليت 5 سنتيم راه غادي نخلي ديك اللعيبه هنايا، انا ما خدمتش بالباندا. مزيان غادي نجي لهنا وغنعبروا قبل ما كنجمع بياستي، كنعبر التركيز باش نحيد البياس من قدامي، ما بقاش مابقاوش يدوروا قدامي. عندي 27 شحال غنخدم؟ 26. جمع ها ايوا، شوفوا معايا لهنا الشعيبيات. شوف البنات، انا منين تنيت التوب ديالي هكذا فين وصل ليا هذا؟ راه ليا الظهر، هاد الظهر، هاد امام ولا الظهر، بحال 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 بحال. شوف فين وصل ليا، وصل ليا هنا. يعني شحال عندي تلبليات؟ اشحال عندي تلبليات غنحسبهم مزيانه، يعني 15 مخيره. اش غندير هنا؟ ما غنطبقش القاعده ديال دير هكا ودير هنا، غادي نخدم عادي. سرح توبي، ملي كتكون كليانه غليظه غنوريكم اشنو غندير، وملي غتكون كليانه بحال هكا ضعيفه اشنو غنديروا. نرجعوا للعمليه الحسابيه اللي درنا. شحال عندي في الطول ديال هذه الكسوه هذه؟ 140 كتي نقصوا شويه، نديروا 130، نديروا 138 ياك، نديروا 138 ولا نديروا 140 باش يسهل على حتى المشاهدين الحساب. الكسوه انا الكليانه ملي عبرت ليها لقيت فيها عندها 140 طويله، لقيت عندها 140. هاد 140 كنقول انا مع راسي هاد الكسوه اللي بغيت شحال عندي من تقطيعه فيها. عندنا ثلاثه، عندي واحد، عندي وحده في الفخذ، وعندي وحده في الركبه، يعني عندي ثلاثه ديال التقطيعه. يلا نتوما حيدو، نتوما تكيو على الثوب، حيد حيد اطلق لا اطلقي صافي. يلا البنات اشنو قلنا؟ السيده كتلبس 140 في الكسوه، مزيان نعاودو باش اللي ما فهمتش في الاول. السيده كتلبس 140، 140 شحال عندي من تقطيعه؟ ثلاثه، كل تقطيعه عطوها جوج، جوج في جوج، جوج في جوج، يعني عندي هادشي راه خصو عندي. ري لي هذاك، ري لي هذاك، ري داك راسمو، ري هذاك مريم زومي لي عندي هنايا. ها الكسوه ديالنا صافي، ها ديال الكسوه. عندي التقطيعه الاولى، تقطيعه جهه الفخذ، وتقطيعه جهه الركبه، مزيان. عندي واحد، جوج، ثلاثه، كل تقطيعه شحال كنعطيها؟ جوج سنتيم، جوج جوج جوج. عليه الكفافه كنعطيها جوج ولا ثلاثه، يعني اش غندير؟ 140 غنزيد ليها 1 2 3 4 5 6 7 8، غنزيد ليها 8 سنتيم، غتعطيني 148. 148 اش غندير ليها؟ شحال عندي من تقطيعه؟ واحد واحد، عندي واحد، عندي جوج، عندي ثلاثه. 148 نقسمها على ثلاثه شحال بتعطيني؟ يلا صاحبات الحسيبات اييه اييه، مزيان برافو عليكم. شحال عندي في هذا؟ درنا فيه 40 مثلا، 40 درنا فيه 40 ياك. اش غنحيد من هاد 148؟ غنحيد منها 40، غنحيد منها 40، شحال بتعطيني؟ غتعطيني 108. ها 108، يعني 108 اش هاد ديال هاد المسافه ديال الصايط، ديال الصايط 108 غنقسمها على 3، على واحد جوج ثلاثة. داكشي اللي عطاتني ياك هو اللي كنديرو. مثلا عبريت تما 108، 108 شحال؟ 36. 36 المهم غنقولو عطاتنا 36، يعني شحال كل صاية شحال ندير فيها؟ 36 36 36 باينة واضحة ولا ما فهمتوش؟ أحق الضيلة عاوك عاوك. شوفوا ها مثلا في الساده، مثلا نتوما ما كنتوش بغيتوا التقطيعات قد قد، ولكن من الاحسن ديروا التقطيعات قد قد. الا كانوا التقطيعات قد قد كتكون يعني كتكون الرؤيه واضحه، وكيكون زوين وكيجي وكيجي باين. مثلا القطعه الاولى بديري فيها 20 ياك، الثانيه بديري فيها 30، والاخرى بديري فيها مثلا اكثر. اتخربقي اللهم قسميها لي على 3 باش تكون قد القطعه الاولى قد القطعه الثانيه قد القطعه الثالثه، يعني غنقسم العدد اللي عندي اللي بقى لي في الصياغه نقسمه على 3 مزيان. هنايا كما قلت لكم توب واضح شايط، اش غندير؟ غادي نعبر، غادي نقد التوب ديالي قد
راه انا مقاسيه ولكن في بيدي في بيديه سكتني شي مزيان. زعما مقاده يلا شحال غنديرو حسبوا معايا البنات. 36 انا عبر 36 ها هي 36 مزيان وغادي نقطع. ولكن هنا البنات ما غاديش ندير ديك القضيه اللي درنا ديال الضيه ديال القوس وديال زوينه ولكن هذيك راه كتعطي الفليات. كيفاش هادي كتاكل الثوب هذيك الطريقه كتعطي الفليات وكتاكل الثوب. اش غندير الكوريطه غنجي لهنا وغادي نحل ولكن داكشي اللي وريتكم هو الا غنوريكم هادي باش تفهموا صافي هكداك. فين هما الجنابه البنات؟ هادو هما الجنيبات ياك شتي نتوما مقادش دابا لي بان. غنجي لهاد الجناب هادو وغنطلع بواحد شويه صافي هكداك وغنعلم الثوب هذا راه ما باين فيه من الفوق من التحت. عطوني طباشير غادي ندير هاد يعني فوق فوق باش ما نديرش هذا هنايا ما نلصقش هذا في التحت. دابا هذا الفوق قالوا لي الظهر دابا سمينا خلق واش ندير فيه خاصني نكسر. نعم انا قسنا فيه 3 سنتيم ولكن في الفوق. لا كلهم بحال بحال كلهم بحال بحال كلهم بحال بحال. شوف البنات شحال كيعطيني هذا ديال البليات راه ما كيعطيش شي بليات كثيرين ولكن مزيان على العموم مزيان صافي شتي المهم مزيان مزيان واضح. غنجمع اش بغيت نقص غادي نجي لهذا مثلا لنفرض تصنط تصنط لنفرض عندي طي كبيره عندي طي كبيره اش غندير من هنا لهنا اش غنعبر. دابا تخيلوا معايا تخيلوا معايا بان هذه تخيلوا معايا بان هذه شنو هي بان هذه هي هي الطرف الصيه الاولى الصيه الاولى قدوا معايا الثوب تما لان الصيه الاولى ما فصل دابا راه الصيه لا حاجه كي درت لكم في الدرس. غادي نجي غادي نعبر 36 عرفت غادي غنعبر كثر غنعبر 36 ها هي قالوا لي مسطره كاينه شي مسطره طويله باش يجيكم مقاد. كندير ليها بحال هكذا شوف واش داكشي 36 كلشي تما فيه 36 تما عندك الا هابط شويه درت فيه 38 بس زعما داك داك الضايع نقادوه 36 وغنجي غنحط ميستارتي في الفوق ماشي في التحت غنحطها في الفوق بحال هكا. كنتي ما بغيتيش تحطيها خدمي عادي لا نحطها هكا نحطها في التحت بحال هكا صافي وكنطوي بحال هكا. الطريقه هادي حتى هي ممكن نديرها ما بغيتيش ديروها ما بغيتيش ديريها ديري غير بحال هكا حيت كيف ما مول فين كنخدموا ديما حطي صبعك فوق 36 وطوي. لا لا حطيها صبعك على 36 وطوي الا تقاد ليك هنا راه حتى تما غيتقاد طلق لا بلا ما تقاديها كدير هنا غيتقاد ليك حتى تما وغنعاود العبار وغنعاود عباري طونطو غنعاود عباري نشوف نيت واش هو هذاك ولا لا باش ما نبقاش نكون غير كنخربق. ها 36 هنا مزيانه ها 36 ها هي علاش قلت لكم انا قبيله خلوها حتى نقلبها باش ها 36 صافي يعني مزيان باين هكذاك. اش غندير دابا غادي نقطع دوبلت الثوب على زوج ياك البنات غادي معايا مزيان دابا هذه الصايه تخيلوا بانها الصايه الاولى مزيان عقلو هذه ديال وحده كبيره اش غندير باش انا ما نضيعش الثوب
اش درت لكم قبيله شديتو ودرت ليه بحال هكذا حليتو ياك ودرت لهذا بحال هكذا وقطعت واحد العدد مثلا 50 ولا المهم نشوف شحال غنقطع حتى هذا تا هو غنجي تا هو نفس الطريقه غيرو كان خاصني نعبر نشوف ها هذاك شحال فيه شحال تقريبا طريدية ولا ما بغيتي تنقصي النور والصدر غيجيك قد الفوق قد لتحت غادي تنقص لا 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 ضروري خصك تنقص بحال بحال راه قد بحال الامام بحال الخلف غيجيك قد الفوق قد لتحت شوفوا البنات راه هو راه مطوي ياك داكشي علاش طويت هذا الفوقاني هذا شفتوا شحال شايط يعني شحال نقطع نقطع تقريبا واحد شويه ما نكثرش تقريبا قد هكذا باش نخلي الاخرى ما ندير فيها صافي يعني قد هكا تقريبا 16 و 16 زائد 16 32 يعني شحال غنقص هنا 32 واش فهمتوني واش عيبيات واش كتفهموني ولا كنشرح سولتني قالت لي واش الا خليتهم قد قد واش غنخليهم قد قد الا خليتهم قد قد راه غيجيو كيصايط كلشي بحال بحال لا ويلا غيجيوك من الفوخين غيجيوك من الفوخين غيجيك داكشي ماشي هو هذا شحال درت هنا 32 ها 32 وغنقطع غنقطع وغادي نعاود نردو باش فهموني شنو درت علاش نقصت من هذا نقصت منو باش التحتاني من الافار الكمام باش التحتاني التحتاني يكون كبير الا جيت نخلي هذا مثلا في هذا الطول هذا كامل غادي نعاود نرد توبي كي كاين الا خليت مثلا هذا كامل في هذا الطول هذا التحتاني كي غندير تنكونوا ليا فيه البليات ما يمكنش كاين ولا ما كايناش اه غيكونوا مقادين ودابا غادي نرد توبي كي كان غنعاود ثنيه على زوج ما بغيتيش تنقصي بهذه الطريقه هذه وانت لاباس عليك وعندك الثوب ثني الثوب بحال هكذا وقرضي قرضي في خطر بحال هكا صافي باش نتوما كاع تهناو خليتو كيف ما كان وقطعي العبار اللي بغيتي انا شنو درت شديت هذه هي باش خديت العبار شدوا الطرف الفوقاني ديالكم تنوع على زوج بحال هكذا حطيه هنايا ها هو وقطعي شوفي شحال باغا تقطعي حيت خصهم يجيو كي بحال هكذا دابا هذا شوفي شحال فيه البليات فيه تقريبا بحال هكذا نزيد واحد شوي باش التحتاني يجي عريض بزاف ديري بحال هكذا بحال كي نقصت انا دابا ديري تانتيا مزيان غادي نجي للبلاصه اش المحلوله وغنطلع فيها بواحد 3 سنتيم خليني خلعتيني لا ما قلتلكش تما قلت لك كنقصي هنا ماشي هنا قلت لك ما قطعتش راس ولا شي حاجه قلت لكم هي لا انا ما كنقصش هذه لا كنقص هاد الطرف اللي هنايا صافي البنات وغادي نشد توبي وغادي ندخل المقص بين دوك جوج اربع اطراف وغادي نحل اللي ما فهمتش تقول ما فهمتش بين باين هي الا فصلتو ديك ثلاثه باش ما يجونيش تقطع نازلين معوجين الجليل هادي الجليل صافي هادوك دابا وصلوا شحال القيمه ديال البليان ديالو شحال ديال القيمه اللي بقات خاص تبقى القليله القليله تبقى تقريبا 25 تبقى 20 25 صافي 20 25 مزيان هكذا حتى هذا تا هو غندير ليه الفوق الفوق هادشي البنات راه واخا نشرح حتى للصباح راه الا ما نشيتيش وهزيتي الثوب وعاودتي هاد الدرس هذا راه كلكم خصكم تمشوا للدار وتعاودوه ليا عاوتاني في القاغيط وفصلوه ليا في الخنيشه صغيره وجيبوه مخيط باش تفهموا ها هما دابا جوجاش جوج صايات بقات ليا الصايه الثالثه الصايه الثالثه تاهي شحال غنعبر فيها غنعبر فيها حتى هي 36 قدي معايا الثوب غادي نشد 36 غنعبرها وغادي نقلب ملي كنبغي نعبر كنعبر ديما العبار يكون شويه وافي غندير 38 باش ملي نقلب نلقى ما خاصنيش اللهم نلقى شيط ولا نلقى خاص قديتي هنا بلا ما تعبري تما وديري كثرت الكري قديتي هنا راه قديتي حتى هنايا انا ماشي تري قطعتي دابا فهاد الظروف يلا جوج يلا جوج يلا دابا هي الصايه الثالثه صافي
غنعبر 36 ها هي ها 36 اخرى مزيان وغادي نقطع ملي غادي نقطع شوف البنات غادي نطلع ولا غادي نقطع 36 ديالي باش تبان لكم ها هي مزيان علي غنجي للبلاصه المحلوله وغنطلع فيها واحد ثلاثة ولا أربعة ولا المهم كنديها عند النص كنبقى نقص حتى النص هادي نقطع لا ما غاديش نقطع وكان مثلا عندي هادي هي الصايه دابا هادي هي الصايه الثانيه صافي وبغيت نقص منها بنقص في العرض غادي نقرض هكذا نقرضهم هكا بلا ما تحلوا لي انا ديك الحله اللي حليت غير باش يشد لكم الطرف ما تعرفي ديري به الباندات ما تعرفي حتى الله ما يدار به دابا شنو غندير غادي نجي ها علاش باش ما نقصش لا لا الا نقصت هي والو ما يعطينيش البليات لتحت دابا انا غادي نحط وحده فوق وحده وغتفهموا اش كندير من الصباح دابا نقطع كمي تا هو والله بغيت نقول شدي الزيت هو البنات هانتوما دابا غتشوفوا هاني دابا غندير ها ها الفوق وبحال هادشي اللي ترصيتو دغيا زربو عليه قبل ما يتمسح الكريات راه كتشديها تقلبيها من هنا لهنا راه الكري كتمشي ليه كتلقيه مشى وإلا مشى حتى مشى هاديك الكري هنايا سكيت قلبي على لتحت وتبقاي مسرحة الطبلة ومسرحة ياسمين أنا غادي نحيد شوف البنات أنا غادي تكراني هي راه تكراني تا الكران تا هو مزيان من الحسن أنكراني وري تشوفي أنكراني وكاع حنايا ولكن هاديك رانا هادي راه كتمشي مع أسمين كتمشي مع السورجي كتمشي مع السورجي لا لا الله لقيتي مع شي شي قتالي ما يعقل عليك هادي الصاية التحتانية صافي راه مسدودة مسدودين راه على جوج هادي الفوقانية نحاول نقلبها باش يبان هادي هي الوسطانية ها الصاية الوسطانية ها كيخص الصاية ديالنا البنات يجونا بحال هكدا شتي بحال الدروج نقدر ندير فيهم نفس اسمو غادي نعبر انا نشوف كل وحده بشحال كبيره على الاخرى الامام اري ديال الامام حطي الامام تا هو تما هذه كبيره على 22 وهذه كبيره عليه ب 20 مزيان هبطي هبطي لتحت الظهر سير انا بحال بحال ها شتي شتي كيفاش كتجي كتجي على هذا الشكل هذا شي كتجي على هذا الشكل مزيان هكداك نعم السي ماشي مشكل دابا نفس هادي ونفس الموديل غير هو فيها الصدافي تاع التحت نفس تحل ماشي كلشي غير غتحلي وغتزيد مع الصدافي تخليهم الله يخليها غنحلي على ما درتهاش لكم داك النهار بحال هادي بالصيف غتحلي ملي غتكون عندك بالصيف بحال هادي بالصيف غادي تحلي هاد البلايص هادو ولكن ردي البال باش ما يتخالطش ليك هنا مع هنا غتحلي ياك غتحلي هاد البلاصه هادي كلشي هادو غادي يتحلو وغتعلميهم وغادي تفصلي بنده من الفوق حتى للتحت تنوبت ما ديري بنده غير صغيره غديري بنده من الفوق حتى للتحت ولكن خاصتو بيكون ما كيتجبدش صافي يلا غادي نجمعوا هاد اللعيبه ديالنا اري لي الظهر الظهر عطيني الظهر وغاتشيط لينا في ديك 3 متر وراتشيط ليك علاش ما تشيط ليكش هذا ها هو الطرف اللي حيدنا شفتوا الطرف اللي حيدنا هو بقى مجموع لا ما هو اللي جيت لا ها لاخر تا هو شي هذا الثاني لا لا يلا شوف البنات يلا هذا الظهر تصنط تصنط باش تشوفوا ها هذا الظهر كيفاش كنخيطوا هذا الخير هذا اش كندير كنجي لهاد البلاصه هادي كنجي للفوق كنشدو كندير ليه لي فرونس خدموا بلي فرونس كندير ليه فرونس وكنجمعوا كنجر داك الخيط ياك وكندير ليه بحال هكا وكنخيطوا كنخيط الوجه مع الوجه صافي كنجمع القياس اللي غايقدني من هنا كندير لي فرونس باش منين نقلب كيجيني بحال هكذا كيجيني قدو مزيان نفس الطريقه كنشد هذا الفوقاني هذا وكندير ليه لي فرونس حتى هو كندير ليه لي فرونس وكنجرو وكنحط الوجه على الوجه باش يجيني قدو مزيان كنعاود نفس الطريقه كنشد لتحتاني رجع شويه الله رجع شويه الله في زوينه كنعاود نشد عاود ثاني لتحتاني حتى هو وكندير ليه نفس الطريقه وكندير ليه البلي
دابا راه مع ما الطبله اما راه كتجي دايره هكذاك السوا كتجي كلوش كتجي زوينه وملي كتمشي خاصه هاد الكسيوات هادو راه ممكن انني نديرهم في الستان يعني المناسبات هي المناسبه حاولوا ديروا الكميمات يكونوا شويه منفوخين المهم وتقدري ما بين التقطيعه والتقطيعه دخل شي حاجه هادي نخليها لكم دائما هذا اش كيف التيراج هذيك تماره هذيك التيراج تماره صعيب التيراج بزاف ستوندار اللي عندي هنايا والله شوف البنات التيراج شويه صعيب صعيب ولكن الا بديري التيراج الا بديري التيراج كتطري واحد سنتيم وكتحطي فوق منه كتخدمي بالفوق ماشي 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 على الوجه كتخدمي على الوجه ولكن كتجي خطيره واعره كتجي زوينه البنات انا عندي تقطيعات باغا ندير شي حاجه مختلفه مثلا باغا ندخل شي هدوب ولا شي لعيبه هادو راه كنشوفهم كيديروا من النصارى كتشري شي دوك الهدوب اللي كيتباعوا في اللوينات ولا دوك لي بونبون تيكونوا في اللوينات الاحمر والخضر الا باغا ديري كسيوه لبنتك كديري ليها بحال هكذا كتحطي لتحت وكتحطي الهدوب هنايا وكتحطي الطرف الفوقاني وكتخيطي باش منين تقلبي كيجوك الهدوب ما بين الخياطه والخياطه واضح واضح جماعة اري باقي لكم امازي باقي البندا ديال الامام باقي لكم ايمان شاط ليا هذا 3 متر باقي هذا 3 متر شاط ليا من هذا الخيط تبارك الله يعني مزيان يعني 3 متر راه مزيانه صافا البنات واش عيبيات زيرو عمايا شاط ليا هذا الكم هذا هنايا تبارك الله راه طويل يعني راه نقدر ندير فيه الحزام نقدر ندير فيه شحال من حاجه غنشوف انايا لاستيك سيري جري هذاك السيت ديالي وجري شنو هو لاستيك على حساب باغا ديري لاستيك ديري باغا ديري الصيف ديريهم اللي عجبك ديري صافي بما انه شايط لينا الثوب بزاف مثلا الا شاط ليا مثلا الثوب ديك داك قصير ياك داك قصير راه كندير التقطيعه هنايا في الكم ما عمركم توحلوا في الكمام كندير التقطيعه هنا فين هو داك الثوب لي شاط شاط لينا مثلا هذا راه طوع الله ما يدير به هذا غادي ندير به دوك البندا المهم انا هنا راه عندي لوشوا راه عندي الثوب طويل غندير فيه حاجه اللي باغا ما تنساوش راه شايط ليا الطرف اخر باش ما شيط الثوب راه مزيان غادي نشد البلاصه الا باغا نفصل الكمام دائما كنفصلهم في البلاصه المحلوله ها البلاصه المحلوله ياك كنشدها وكنتني على هذا الشكل هذا باش يبقى ليا هذا عاوتاني صاين يبقى ليا ولكن الا كنا بغينا نديرو ديك البندا ديال الصيف راه تجي هنا هنا غندير الصيف وندير البندا اللي قلت لك طويله البندا طويله صبر بين ندير البندا طويله غنقطعها من الاول كتقطع هنايا الا كنتو باغيين ديروا الصيف البنات من الفوق حتى لتحت غتعبري ليا البندا طول كامل طول في العرض شحال في العرض على حساب انت شحال بغيتي ديري فيها سبعه هكاك سبعه في سبعه 14 سبعه وسبعه كتجي هابطه من الفوق راه تشيط لك علاش ما تشيط لكش ولكن غنقص لك الكمام يعني الكمام غديرهم مقطعين دير فيهم شي بليات المهم شي لعيبه شي لعيبه في الكمام صافي واش انت باغا ديرها راسك 3 متر ما غتقدكش لا عندي 3 ونص 3 ونص قادك 3 ونص قادك مخيره 3 ولكن معزوله عاد زدت فيه 5 متر ماشي مشكل ماشي مشكل يلاه البنات غادي ننزل بشحال 16 عندي طاي صغيره 12 واه يا ناري اللي قالت 12 بنعض ليها في الودنين ديالها ما عمرني قلت انا 12 من النهار حليت لي محل كنزل 12 كنزل بها البنات الصغار 10 كنزل بها البنات الصغار حنا الكبار 13 15 غنزل 13 ما تنساوش البنات راه الثوب عندي راه شويه كيتجبد كنزل 13 شحال غنحط عليها 26 ها هي بالنسبه لها الطويه هذه ديال الثوب اللي كنطوي كندير فيها العبر اللي عندي في التركيز الامام ها 26 عشان ندير لها 26 نقسمها على زوج وغادي نقسمها على زوج انطراسي نقسمها على زوج هنا غنقسمو على جوج هنا غنقسمو على جوج الفوق كنطلع بواحد لتحت كنزل بواحد وغندي هاد النقط لعند بعضياتهم مزيان من هنا لهنا شحال غنهبط 30 اش غنحط عليها دورة الدراع مقسمه على جوج زائد واحد خدموا ليا ب 19 ولا 18 نديرو 18 بركه 17 زائد واحد هي 18 وغندي هاد النقطه
لعند هادي غنشوف هاد الطول الا كان مناسبني مزيان، ما مناسبنيش راه غادي ندير الباندا ديال الصيف. عطاني 60 غادي ندير ليها 57 وندير باندا الصيف. صافي البنات ها 57 اللي درت في الطول، العبار اللي درت في الفوق غنديرو هنا، غندير هنا حتى هو 18 باش يجوني بليات هنا زوينين. صافي وغندي هاد النقطه لعند هادي وغنقطع. بالنسبه للحوايج ديال المحل حياك ما تقوليش ليا تخدمي ب 59 ولا 60، خوتي ليا 60 حيت ما كتعرفيش ما كتعرفيش شكون هذيك اللي غتشري، واش يديها قصار ولا طوال ولا وهاد العجب ديال دابا كلشي يديهم طوال. مزيان هاكا دابا هنا راه خاصني الباندا، الباندا كتكون على زوج اريليا. هذا غادي نجيب هذا غنفصل فيه الباندا وغنفصل فيه التكميله اللي بقات ليا ديال ديال ديك اللعيبه ديك الفرفره ديك الحوشيه ديال ديال الصدر ديال القدام. هذيك غندير فيها غندير فيها الباندا ولكن راه ما تنسيش راه عندي باقي الفرفار، عندي الفرفار. المهم ماشي مشكل غنشوف الباندا هي الاولى، نفصل الباندا بالنسبه للباندا غنفصل بوحده بوحده صافي باش ما نتلفكمش. تقريبا ندير فيها بحال هكذا نشوف شحال درت فيها 9 سنتيم. صافي نقولوا بان الكم خاصني فيه 9 سنتيم ولا خاصني فيه 6، نقولوا الكم خاصني فيه 6 7 8 9 زدت 3 سنتيم صافي وغنقطع. وبالنسبه للعرض غندير فيه 26، ها هي 26 فهمتوا البنات. راه فصلت بوحده بوحده غير باش تفهموا. غنجي لهنا وغنزيد باندا اخرى فنوت ما نتني الثوب ونخربكم معايا. بالنسبه للباندا اش كيكون فيها؟ داكشي اللي خاصك في الكم كتضربيه بجوج كتزيدي ليه 5 سنتيم. ها الباندا شوف ها ها كديرها كتكون بحال هكذا. شوف البنات الباندا غنحط واحد على واحد بحال هكذا شوف وغادي نعبر شحال عطاتني باش نعرف راسي نيت واش كندير. ماشي طانخيط وعليكم السلام، ماشي حتى نخيط البياسه. عطاتني 65 مزيانه شوفوا ها السيده راه كتلبسها 60، السيده كتلبسها 60 ياك. الباندا راه الصيف كيتكرزو على اليد وكتنفخ لكم يعني واخا كان طويل. دابا راه ملي غنطلق ليها انا هذا غيجيها هنايا، ولكن ملي كنكرز الكم على اليد راه كيعطي لي ديك النفخه. هذيك هي الجماليه ديال كم الباندا. مزيان يعني اشنا هي القاعده الباندا؟ الباندا داكشي اللي خاصني في الكم مضروب على زوج زائد 5 سنتيم ولا 6 ديال الخلعه. ها الكم حيدناه، اش باقي اخر؟ باقي ليا الباندا. عطوني واحد اللعيبه كتكون في الجنب، فين هي واحد اللعيبه داك واحد الطفشه في الجنب عندك تعطوني شي صايم هذاك ديما. انا هو فاش كنفصل الباندا داك اللي كيشاف في الجنب كتكون نفس الصمص ديال ها هو ديما فصلوا فيه الباندا. هذا ديما فصلوا فيه الباندا ياك كنشدو كنثني على زوج. علاش؟ باش الزوين هذا كيكون غادي في نفس الصمص ديال يعني في نفس الاتجاه ديال هذا السداري. وراه شوفوا نقول لكم واحد الحاجه ما عرفتش واش غتكتشفوها معايا، عطوني الامل. ها هو الامل نفس العباط يكون قدو جاكسير ياك البنات ها جاكسير. واش باندا ولا باندا؟ ولكن الباندا برافو خويا هكذاك مزيان برافو عليكم البنات. واخا يكون شوف الباندا واخا تكون قصيره مثلا قد هكا راه فيها تلصق الباندا. انا عاد ندير لكم البياج باش نشوفكم واش فهمتوا ولا لا. يعني الباندا راه شايطه ها فيها تلصق ليا الباندا هنايا حسب الصدر كل واحد الصدر ديالو الا كان الصدر قصير. ايه على حساب عاوتاني الصدر ملي ولكن ضروري كيشيط لك شويه الصدر كتشيط لك ضروري كتشيط لك هذا الباندا الصدر واخا تكون الكليانه غليظه. صافي يعني هنايا هذه البلاصه هي فاش كنخرج الباندا مثلا ما خرجاتليش شوفي الطرف اخر خرجي فيه خرجي في البلاصات لكم. معليش كنقول لكم انا البلاصات لكم ديما خلوها ليا مسدوده خلوها مسدوده باش نفصلوا فيها الحوايج اللي غينفعونا. هاد الثوب هذا انا متني على زوج صافي. الباندا غنشوف انا شحال باغا ندير فيها، ندير فيها 4
أربعة مزيانة، ها هي أربعة البنات راهم دوبلة، يعني الباندا فيها زوج فيها 8، وبعض المرات أنا راه حتى كنقطع أربعة وكنمشي نسورجيها وما كتعجبنيش كتجيني عريضة وكنعاود ندخل فيها السورجي. شحال وقت راه كنديرها؟ ولا مثلا على حساب الصدف اللي باغا ندير، ما يمكنش انا غندير فيها 4 سنتيم وندير فيها صدفه كبيره ولا صدفه صغيره. الا درت عاوتاني صدفه صغيره كنونه راه كتكون الباندا كبيره ما كتجيش زوينه. ها الباندا كنقطعها وكنعاود نحلها، نوريكم انا دابا الحاجه اللي كندير انا يعني في محلي كنعاود نحل. صافي شكرا. الله يرحم الوالدين، الله يعطيك الخير. شكرا. ها شوفوا البنات راه شفتوني عبات ربعه قدامكم، ملي حليتو بحال الا كبرت. علاش؟ ملي كيكون هكا راه كيكون خلينا حتى في الكل، ملي كتكون الثوب متني راه دائما واحد كيكون منفوخ من الداخل. غنعاود نعبر 8 ديالي، ها هي هنا راه كاينه، ها 8 ها شتي، كنعاود نحل ونعبر، ولا حل ولا عبري من الاول محلول وصافي وهني راسك. خليتيني نقول هذيك كتركي الوجه البنات. ودابا هذا راه يجي فوق، راكو خليتها دايره، هذا راه يجي فوق، ها غادي تجي بلاصه كبيره وبلاصه صغيره. دابا الباندا بري صافي. اشنو غنقصها في الطول حتى بين المنطقه سنه، انا ما غنقصهاش دابا ولكن حتى الخياطه. شوفوا شتي شحال شايط فيها، شايط فيها قد هكذا مزيان. غنخلي هذا هنا هو اللي غنخدمو عليه دابا، وغنجي لداك الطرف الطويل. فين هو داك الطرف الطويل اللي شاط ليا؟ ها هو هذا. فاش غنفصل دوك الفريفيرات ياك البنات كلشي فصلناه، راكم ملي بقى لي نفصلو فيه تا هو راه داخل بقى لي هذا. شوف البنات هذا اش كندير، كنجي لهاد البلاصه هذه كندير المسافه مدوبله على زوج. صافي المسافه مدوبله على زوج، يعني غيجيني هنا مزيان. داكشي اللي عندي في الصدر كنضربو في اثنان، انت غتفهمي كيفاش باش انا ما نضيعش الثوب بزاف. غادي نقاد الثوب من الجنب الباندا. هاد الباندا هاد الفرفر هذا كيتخدم على جوج، على جوج خدمات، يا اما كنخدمو مدوبل على زوج ولا كنخدمو على واحد. كيفاش؟ الا باغا نخدمو على واحد، الا كنت باغا نخدمو على ورقه كندير فيه العبار اللي انا باغا، مثلا باغا فيه تقريبا 6 سنتيم كنعبر 6 سنتيم ياك. وقبل ما كنخدمو كنديه لمول التيراج، كيجي لي عليه التيراج لواحد الجهه. حنا باش نتفاداو الحاجه اللي بتضيع لينا الفلوس وتضيع الناس، مو خدموه ليا مدوبل على زوج مزيان. واضح هادشي اللي بغينا نديرو في واحد نديرو مول التيراج. الا بغيتي ديري في واحد كديري التيراج، باغا تخدميه مدوبل مدوبل بحال الموديل خدميه التيراج. هو واحد واحد السورجي مزير، السورجي مزير كي يعني كيخلي البياسه زوينه، وكيدار ما تيدارش بالخيط ديال السورجي، كيدار بالخيط. ها هو ها هو بحال هذا اللي عندي هنايا كيجي مفينيش. عبرت فيها البنات 5 سنتيم، البنات عبرت 5 سنتيم مسدوده، عبرت 5 سنتيم مسدوده. ولا بدير واحد كديري، ولكن شوفوا البنات راه التيراج ردوا البال مول الحانوت باش خدمو ليك. راه الا خدمو ليك ديال السورجي هذا راه خدمو ليا ديال السورجي، الا خدمو ليك بالخيط السورجي راه ما كيجيش زوين، كيشد السورجي كيزيرو كيدير به التيراج. التيراج راه خصو يدار بالخيط باش كنخيطو، الخيط باش كنخيطو يعني داك البوبينات الكبار ولا الصغار. الا كان الا كان بالخيط ديال السورجي راه عيان، غير هما ما كيبوش يديرو بالخيط ديال الخياط ما كيبوش يديرو بالخيط الخياطه حيت كيطلع شويه غالي كيهز. خاصة الكحل البنات، خاصة الكحل ردوا البال عندكم الكحل، الكحل راه أغلبية كيخدموه ليكم ها بالخيط العادي. اللوان لا اللوان راه كيخدموهم بزز عليه حيت السورجي ما فيهش اللوان، السورجي ما فيهش اللوان. لا اللي كاين في الموظفين عندهم اللوان كبار، ذكروا اللوان كبار. لا دابا دابا اش كيديرو؟ استني نقول لكم، ملي كدي انت البياسة تسورجيها باللوان راه كيسورجيها لك بدوك الصغار، غير هو كتكون الغرزة مرخوفة. ولا بغيتي التيراج شاطر انا عندك البياسه غير هي كتكون 220 240 كتكون غاليه. بغيتي بياسه فيها التيراج راه كتا هو راه غير التيراج كياكل الخيط، كياكل الخيط بزاف. عندي قولي لي شحال عندك. واخا انا نقول لك درت فيها 5، الا حليتها بتعطيني 10،
ياك نقدر ندير فيها انا كاع قل من خمسه. نقدر مثلا ملي نمشي للخياطه عطوني فنيته البنات، ملي نمشي للخياطه راه باقي غندير وحده اخرى بحال هادي. الا بنتي على واحد ديري خمسه سته، عطوني البنات الفنيت هادي كنشدها وكنسورجيها مسدوده، كتسورجيها مسدوده عريضه شتي عريضه شويه، يعني انا غنقص منها نديرو فيها غير ربعه ربعه مزيانه غنقص فيها شويه. كيفاش كتخيط البنات هادي؟ كيفاش كتخيط هاد البنده هادي؟ كلشي البندات شديهم وسرجيهم مسدودين بحال هكذا، كلشي البندات سرجيهم مسدودين مزيان. هادي كتشديها كديري ليها ستير بلي ولا المهم شوفي انتي شنو بديري فيها، وكتحطيها هي الاولى هنايا كتفيكسيها هي الاولى دائما هاد البلاصه الاولى ما كندير فيها والو والفوق ما كندير فيه والو. ديريها بلي فرونس شغلك هذاك، بديريها بالبلي انتي لكن اختيار باش بغيتي تخدميها. انا غنخدم لكم واحد الجهه غير باش توضح لكم الرؤيه وصافي. البلي لي فرونس صراحه كلشي كيجي زوين، ولكن لي فرونس كيجيو احلى خاصه ملي كتكون هكا مسافه صغيره كيجيو زوينين. اما الا كانت عندك مثلا مسافه طويله تيفكوك على البلي وما اللي كيفكوك. شنو هو هذاك اللي تحتاني فاش خدامه انا امام هكذاك داكم اللي صحابكم كنلصقها في شي صايه ولا في شي. هاد الخدمه البنات كنديرها درتها في واحد الموديل، هاد الخدمه ديال البلي كنديروها حتى بين الصايه والصايه، ولكن كتجي متعبه كتشدي ما بين الصايه والصايه. هاد الصايات اللي درنا ولكن القليله بتشديها بواحد 150 درهم كتجي زوينه كتجي زوينه ولكن متعبه بزاف وكتبغي تثوب بزاف البلي كتبغي تثوب بزاف خاص شوفوا غير الصياد قداش هما. شوفوا البنات هاني درت نورمالمون هذا خصو يكون في التحت ولكن ماشي مشكل، انا باغا نوصل لكم الفكره. كنخيط البلي هما الاولين عليه كنشد هاد البنده ديالي وكنحط بحال هكذا كنخيطها لوجه على لوجه. قزم هادي كيف فرتك كي ندري ويش اليوم يلا صافا البنات وغادي نقلب شتي ندير لها هكذا باش يبان. دابا راه الفنيت جهه اخرى كيدير لها تاع بجوجهم نفس الطريقه كنديرها لهم كاملين. ها الفنيتات حطي يديك هنا جاتني البكيه ملي سولتي جاتني البكيه خرجو انت صافا البنات شتي كيفاش كتجي. اشنو هي هادي؟ اشنو هي هادي؟ دي ليا مدياش الصيفات تما بندات الصيف وهالفريفره بالنسبه للفريفره البنات الا ما بيتوهمش كبار قد هكا نقصو فيهم نتوما لكم الاحسن لكم الاختيار شحال بغيتي ديروا فيهم. راه هي الصيفات شحال درتي فيها استاذ؟ ها؟ ما فيهاش الصيف لا لا ما لاصقاش انا دابا كنخيط ولكن الخياطه ما والزر راه ما كتجيش راه خصك تجي باش عطوني صديفه اخرى. راه الصيف كنت انا مرات ما خصك تجي خصك تجي ما راه صديف راه صديف تما باش فهموا بعدا هاد البنده هادي ديالاش نعم الطول الدوبل ديال هذا الدوبل ديال على حساب البلي على حساب البلي. بعد مره تقدري ديري الدوبل ديالو شوف البنات بعد خاطر تقدري بعد خاطر تقدري ديري الدوبل ديالو وتبقاي ديري في هاد الفرافر هادو حتى يكثروا عليك ونقصي، ولكن نفس العبار اللي نقصتي في هاد اليمين نقصي في اليسار. ها كيفاش كتجي وضحت لكم الرؤيه البنات شوف هادي البنطه صافي وقفت انت وقفت انت حتى تبعك عليه ها 200 درهم هادي لا لا هادي غتشدها 100 لا 200 درهم ولا 150 درهم كنشدها في ديك الاخرى اللي غندير فيها البليات ما بين التقاطع. هاديك ما تشدوهاش 100 درهم علاش تماره هادي كتشديها ب 130 130 100 درهم المهم الا كانت بنيه صغيره 100 درهم كانت شي البنيه اللي قلت لك اول مره خدمي ليها 16 100 ماشي مشكل
راه شوفوا راه حتى حاجه ما صعيبه. اش اللي صعيب هي الحاجه اللي ما عمرك خدمتيها سمعتي هي اللي كتجيك صعيبه. وبنت بالكم نتوما كتعلموا بالعكس باش ما جاتكم الخدمه شدوها. راه اول حاجه كتعاونكم تعلموا، ثاني حاجه الا ربحتيها 50 درهم ولا 30 درهم في البياسه راه ربح. باش تعاودي تشريتو باخر فاش ها وكتعلمي كتعلمي حتى المسؤوليه، كتعلمي تاخدي العبار، كتعلمي بزاف د الحوايج. شتي كاع اللي خليتو عندكم، كاع اللي خليتو عندكم وانتم كتعلموا راه ما عمركم تنساو الخير ديالهم. باش تعرفوا هادشي ها واخا هما كيستغلوا ديك النقطه ديال راه كتعلم، ولكن هما ما عارفينش بانهم راه هما سببك انك كتعلم. ها كيضحيتو ديالو هو وما يمرضي ليه، هو كيقلب على الرخه، كيقلب على الرخه. وين انت كيعاونك اول ما شريتو من عندك كيعاونك، ولكن شوفوا نقول لكم حاجه وحده، ما عمركم تخيلتوا فابور. راه الفابور البنات راه كيهلك. شوفي كي ماشي كيهرس البابور، كتكرهي شتي ملي كتبقاي باش تعاودي تكره ما كتبقايش مازال تحملي تحملي تخدمي. شتي اللي عطات فيا 10 دراهم 10 دراهم العائله العائله عطاهم اتساع العائله اتساع. ولكن كيسالها الفابور قسما بالله ما كيديش تكمل، ما كتبيش تكمل. علاش منين كتكوني كتخدمي في الفابور كتولي حتى الا باغا تخدمي كتكرهي كتكرهي كتكره في الخياطه، كتكرهي الخياطه بالتعربيه الطعرب، كتكرهي ديك الخياطه. كيولي بنادم يقول لك الخياطه بحال ضربك بالضو. علاش كتفكري ديك التمريره وديك الحشمه؟ ما تبقاوش تحشموا، نقولها لكم هما ما يحشموش مني عطاك الثوب وقالت لك راكي خيطي. قول لها على الاقل كيقول لك راه باقي كتعلم واخا كنتعلم. عطيني لا لا الفلوس مصلوحه فلوس قاليه. شوفي غتشدي عندها فلوس مصلوحه 5 دراهم ديال المصلوحه صنطي ليا، وغتشدي عندها الثمن ديال الصديف. الصبايله كديري درهم قول لها ديرها 40. شتي راه شاطات لك هي 10 دراهم، سيري شريها هي قرايبي وميرنديلو بالرو. المهم كتسمى شي حاجه، شي حاجه شاطات لك ملي كتحزيها. اقسم بالله الا 10 دراهم الا شاطات لك من ديك البياسه ايوا بعتها التمره اللي جديت فيها 10 دراهم، رغم انه راه الراجل كتقول ليه اعطيني غيعطيك 50 درهم ولا. المهم ماشي شي حاجه، شي حاجه ضربتي عليها تماره. هذا الشيء اللي بنوصل لكم اللي كتفرحك هاكا واخا قليله، خاصة ملي كتكوني كتعلمي شي حاجة ضربتي عليها تمارة. أما باش الفابور، الفابور راه كيدير إلا إلا كانت بينك وبينها شي حاجة مثلا تخدم ليك. كوني فخورة براسك. واه واه هي المهم صافي البنات واضح. راه باقي عليا واحد البند آخر هنايا بالنسبة للكول راه غنفيني بالبي ياك صافي بي عادي. وهذا الشيء اللي كاين البنات صافي. شكون عندها شي سؤال؟ والو هذاك البيوس هذاك انت قلتي غادي دير كيف بحال اللي ما عرفتش غادي نحاول نقص هادي. لا راه وريت لكم داك النهار هنايا، وريت لكم كي ديروا لي داك النهار هنايا، وريت لكم داك النهار باش نيت كاع ها هي اللي كتقطعي طير البنات. راه نقصت من من اسمو نقصت من الباندا عريضه ها عريضه. واخا سير حتى للسورجي وغادي ندخل فيها، غادي نشوف شي بلاصه دايره هنايا غندير فيها البي. ملي كتكون البنات الكسواديجه بحال هكا مشارجيه، ملي كتكون الكسوا مشارجيه بلا ما تزيدوا على رؤوسكم العان وكون تزيدوا على رؤوسكم اسمو لا صغيره ديروا لي البي ونوضي نايضه. البي كيجي صغير ما صعيب والو، البي اسهل اسهل حاجه هو البي. فيني بي اي اسهل حاجه فيني بي هو البي. لا حنا كتغلبك الماكينه، الا كتغلبك الماكينه بسرعه ديالها. يلا 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 نقطع البي صافي. البي راه كيتقطع شويه ضير، قالت لها نقصي رجليك شوفوا فيا. راه الماكينه راه فيها واحد واحد الحديده لتحت ياك، هذيك الحديده كتديها كتعيطي للمعلم ولا انت راسك وكتبحال قلتي الا بيتيها تكسيري كتجمعي الحديده، بيتيها تدير كترخفي الحديده. ولكن كاينه وكيما قالت لك السيده نقصي رجليك، ماشي كتخبطي بحال كتخبطي كتلبسي 40 في رجلك وتوركي عليها. لا راه كتوركيها بصبيعه رجيلاتك، ماشي انت ماشي انت كتحطي الطفشه كامله الخياطه كتلبس 42 وتحط 42 كامله على البيدار، راه ما توقفي حتى لا اسمو لا كتوركيها بشويه. وداك الشيء البنات راه كتعلموا ليه مع الخياطه مع الخدمه مع الخدمه.
الناس راه كيضربوا عامين ثلاث سنين في الخياطه يلاه كيوليو يفينيوها اباش تعرفوا نتوما يلاه داخلين شعروا فينيو ليا البي لا ما كتحشموا ها البي والله الا بالطيرو كلشي بغيتوه شي نهار نجي نلقاكم 60 هنايا حالين المحلات هنا ها الدوره يلاه البنات الله يسهل عليكم كنتمنى تدرسوا معنا السلام